أهلا بحضراتكم مرة تانية. لجنة الإسكان بمجلس النواب بدأت دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وده طبعا خلال أولى اجتماعاتها. عاوزين نعرف أكتر عن تفاصيل هذا الاجتماع. معنا دلوقتي على التليفون النائب مهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب. سيادة النائب صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة مارينا، وإزاي حضرتك وكل السادة المشاهدين؟ يا رب يكونوا بخير دايما. بخير، بشكر حضرتك يا فندم. أستأذن حضرتك في البداية تكلمنا عن أهم الموضوعات اللي تم مناقشتها في هذا الاجتماع. يعني طبعا لما بنتكلم على التصالح بنتكلم على قانون يعني يمس يمكن بقول 50% من المصريين. اتكلمنا في الاجتماع عن المعوقات اللي يواجهها القانون في التطبيق، سواء القانون الحالي او القوانين اللي صدرت قبل كده لان بقالنا 5 سنين ونص، واتكلمنا اليات الحل وازاي نخلص القانون ده ومشاكله ونحل مشاكل المواطنين، لانه طبعا يعني متوقع ان هو القانون ده لما ينتهي هيبقى جمع للدولة حوالي 150 أو 200 مليار، وفي نفس الوقت هيحل مشاكل ملايين المواطنين. طب سيادة النائب، حضرتك اتقدمت بالعديد من الحلول في هذا الاجتماع، ممكن حضرتك تكلمنا عن هذه الحلول وكيفية تطبيقها؟ يعني حاجات كتيرة، يعني أقول لحضرتك احنا مثلا وزارة الزراعة طرف أصيل في قانون التصالح، يعني على سبيل المثال إنهاء الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل القريبة دي وزارة الزراعة طرف فيها، لكن على مدار 5 سنين ونص الموضوع ما تحركش تحرك واضح خالص، فأدى إلى تعطيل مصالح الناس. منتظرين من الزراعة أيضا قانون الزراعة علشان نشوف مشاكل حلها زي الإحلال، التجديد، التعلية، المتناثرات اللي هي طلع بيها قرار بس ما اتنفذش، المتخللات، كل دي حاجات تخص أو متماسة مع الزراعة ويجب أنهم يتدخلوا يحلوها. حاجة تانية مشاكل صب السقف، لأن دول يعني طبقا للإحصائيات حوالي 1 مليون حالة من 2 مليون و900 ألف، مع نموذج 10 اللائحة والقانون قالوا انه اللي خد نموذج 10 في القانون القديم يقدر يستكمل ويصب السقف. الحقيقه ده بيتعارض يعني مع قانون الزراعه. وفي نفس الوقت البند ده مش هيتطبق، لان اللي خدوا نموذج 10 في القانون القديم ما يجوش 4%، واللي خدوه عشان صب السقف ما يجوش 1%. اذا البند ده مش هيتنفذ، فانا طالبت انه اللي قدم في القانون القديم يقدر يصب السقف ما دام هو قدم وعنده النيه للتصالح يصب السقف. حاجه تانية الجراشات فيها اشكاليه كبيره، لان القانون كان منحها والتطبيق بين انه الجراشات بقت يعني بند كده في وقف التصالح في المدن، فدي محتاجه اعاده نظر وقد تحتاج تعديل، تحتاج تعديل تشريعي. مشاكل تغيير الاستخدام والإسابة للجان وتيسير كود الحماية المدنية وتفعيل الإجراءات الإلكترونية علشان يبقى الطلبات المواطنين بتمشي بصورة أسرع. واتكلمت برضو أنه التلويح بقصة وقف الدعم للي مش هيتقبل تصالحه أو أنا شايف أن ده ما ينفعش. المواطن اللي راح علشان يقدم انه يتصالح ده واحد عنده نية عايز يتصالح، عايز ينهي مشكلة، صحيح عنده نية للتصالح. لا يجب ابدا ان احنا نقرب ناحية قصة الدعم دي بأي شكل من الأشكال، وخصوصا في ظل الظروف شديدة الصعوبة اللي بنمر بيها. بالتأكيد النائب المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.